استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الفريق أول مايكل كوريلا قائد القياده المركزيه الامريكيه والوفد المرافق وذلك بحضور سعاده الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئه الاركان. وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين بقائد القياده المركزيه الامريكيه والوفد المرافق مشيدا معاليه بعلاقات الصداقه الوثيقه التي تربط بين مملكه البحرين والولايات المتحده الامريكيه وما تشهده من تطور ونماء على كافه الاصعده التي من شانها تعزيز الارتقاء بالتعاون والتنسيق المشترك متمنيا معاليه. استمرار هذا التنسيق في مختلف الشؤون ولا سيما في المجال العسكري بما يصب في صالح تطوير علاقات التعاون في الشان الدفاعي بين البلدين الصديقين